يضعفون وهم نساؤنا حرائرنا في الغوطة يشكلون مجالاً. والعزة لله. الله أكبر الله أكبر. أنتم بعتم ونحن اشترينا. بنوقف معهم، نحن واقفين بقلوبنا وإن شاء الله رح نوقف بسلاحنا إن شاء الله عالجبهات ضد كفاريا والفوعة. هذا اللي بنقدر عليه. نحن لو مفتوح الطريق لدمشق لكلياتنا نسحف، كلياتنا كبيرنا وصغيرنا، بس نحن هون قادتنا باعت ونحن اشترينا.